صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطله ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريا جاء في التعميم انه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول 1444 هجريا الموافق الثامن من اكتوبر 2022 وحيث ان هذه العطله تصادف يوم عطله رسميه او اسبوعيه يعوض عنها بالتعطيل يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر 2022 ميلاديا